عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم إن شاء الله جيتكم هاد لا فيديو هاد لا غوسيت اللي هي لي نوغات، لأن درتهم لي نوغات بصدر تاع الدجاج. إذا حبيتوا تعرفوا كيفاش تبريباريهم عليكم غير تقعدوا معايا حتى الآخر تاع الفيديو. بسم الله على بركة الله، راح نحضروا لي نوغات. لهاد الكيفية واش لازم لي؟ أنا بالنسبة لي عندي ليسكالوب دو بولي، يعني عندي الزر تاع الدجاج مقطعته اون بتي كاري كما كتشوفوا مربعات صغيورين. هاوليك غسلته نقيته، واو هنايا عندي الفارينة 200 غرام فارينة، عندي حبة تاع بيض، عندي او غازو كما كتشوفوا هنايا الماء فيه يعني مادة غازية. انا عندي هنايا 27 مليلتر، ها هو ما فيه الغازات، ها هو ليك 27 مليلتر، 200 غرام فارينة، حبة بيض، عندي هنايا كركمة، عندي شويه ملح، عندي فلفل الكحل، وعندي بودرة اللاي يعني الثوم، بودرة الثوم. نبدأ بسم الله على بركة الله. هاي ليك نحط الفرينة، ندور ملح، درت الملح، نزيدو هنايا فلفل الكحل على حسب الذوق تاعكم، ما كاين اللي حاب يدير بزاف كاين يدير شويه. ندير الثوم، بسم الله نزيد شويه تاع ماء مخصوصا شويه ماء. بسم الله ما نديروهاش جاريه وما نخلوهاش يابسه، تحبوا لا تحبوها تجيكم تقرمش يعني من الاحسن تخلوها يابسه شويه. نقدروا نقولوا نديروا له حتى 30 مليلتر الماء الغازي، 30 مليلتر هاك. راني وليت لكم مساء الخير عليكم. هنايا دوك نبداو نقليو لي نوغات تاعنا. هاي ليك كيما راكم تشوفوا لي درت زيت سخن نقص لها الفرن. هاي ليك نبداو بسم الله.
خلوها طيب مدتها هكذا 4 دقائق على نار هاديه باش طيب من الداخل. هنا كما راكم تشوفوا نكمل نقلي كاع لي نوغات تاعنا ونولي لكم في صحن التقديم ان شاء الله. مساء الخير عليكم، وصلنا نهايه الفيديو. كما راكم تشوفوا راهم لي نوغات تاعنا وجدوا. نقسم حبه معاكم، شوفوا هاي ليك جو ما شاء الله. شاهدكم الصحة، وإذا عجبكم الفيديو تاعي ما تنسوا الجيم تشتركوا في قناتي. نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.